كيفية استخدام الكورد لوبر. أحد المتابعين سأل عن كورد لوبر، تختار الإيقاع اللي أنت تباه. أنا اخترت الإيقاع الساينث بوب في الإنجليزي، يعني ما بختار العربية. تروح على المنيو، منيو رقم واحد خدمة الكورد لوبر، لاحظني، تضغط عليه تفتح لك الصفحة هاي، لاحظ فوقني نيو كورد لوبر. أوكي، الحين أنت اخترت الإيقاع اللي تباه. في شيء، الانترو ما يتسجل هني، الانترو تستخدمه نورمال اثناء وانت تعزف. كيف تسجل الايقاع؟ الحين تسجل الايقاع والكورد. انا الحين بختار الدقني ريكورد، لاحظ معاك على طول يبدا معاك بالساينك. بختار انا فيرجن واحد، خلاص اربع كوردات. بعد ما تسجلهم تضغط على كلمة ميموري، تلمض على طول في كورد رقم واحد. لاحظ عندك انت ليل ثمانية، هذا واحد سجلته. نروح تنتقل الحين مثلا عند البي، بتسجل كوردات ثانية، الاغنية مثلا تنتقل على كوردات ثانية، نفس الشيء. لاحظ معي، بس تبى ضربة تبى ضربتين، نفس الشيء ميموري تخزن في رقم اثنين. لاحظ عندك كورد بداية وفي النص، خلاص تسجل عندك ليل ثماني بهاي الطريقة. بعد ما تخلص شو تسوي؟ تروح على كلمة سيف، تطلع لك الصفحة هاي، تضغط على سيف هير، يعني تسجل هني. تبغي تحط اسم، ما تبغي تحط اسم على كيفك، انا بخلي نفس الاسم كورد لوبر واحد، تدق عليه اوكي، تسيف معاك. بعد ما تخلص هني وتسيف ترجع نفس الصفحة، ما تطلع. الحين شو تسوي؟ تروح اللي شفت اللي الكوردات هذه تسيفها في الريجستريشن ميموري، تسجلها في وين؟ في الريجستريشن ميموري. يعني تي الحين عند الكورد رقم واحد، بس شو تسوي؟ لازم تضغط على اون اوف. لاحظ اذا سيفت من غير الاون اوف ما راح يمشي معك الكورد مختلف، راح يكون على كورد واحد. لاحظ بالطريقه هاي، تروح ميموري سيف في رقم واحد، سيفت. عقب انت وين صرت؟ على الفيرشن اللي هو البي هني، نفس الشيء تخليه لامض، تروح على ميموري اثنين. بعد ما تخلص، اذا انت عندك ميموري ثلاثة واربعة مسيف الاغنية، بعد ما تخلص تروح تعمل سيف، ما تطلع ها، تروح تعمل سيف زين وتسيف. بعد ما تخلص وتسيف الكوردات في ريجستريشن ميموري، تي عند الريجستريشن بانك، تضغط على الزايد والناقص مره واحده معاهم، تفتح لك الصفحه هاي، تروح على فايل وتسيف هير، سيف هير، وتحط مثلا سامي رقم اثنين، مثلا بحط انا سامي رقم اثنين، رقم اثنين هذا سامي، تسيف. من تسيف تطلع دق اكزت، تطلع مره ثانيه الصفحه هاي. تبغى تطلع برا اطلع اكزت كامل. بعد ما تطلع وتسجل مثل ما علمتك، مجرد ما تدق اكزت يتحول باللون الازرق، لازم تخليه باللون الاحمر عشان الكورد يمشي معك. شوف معي الكورد لوبر كيف سهل وحركه جميله من اليماها. انت الحين مسجل النوم هني، شوف شوف الكورد يمشي، ومتى ما تبغى تنتقل عنه على كيفك تنتقل. ننتقل على الكورد الثاني، شوف الكورد تقدر تستخدم الانترو عادي والكوردات مسجلة هني. بالطريقة هاي تقدر تسجل عندك ليل ثمان كوردات إذا كانت الغنية فيها وسط ومقدمة. الناس المحترفين علمتك، مجرد ما توقف يلبق أزرق ما يمشي الكورد، بتعزف مرة ثانية لازم تخليه بالأحمر وتمشي شي عشان الكورد يمشي معك. بالطريقة هاي
انا اللي اشوفه ان ما حد سبق الياماها ريحوك من اللوب انك انت تروح في الـ16 تراك وتقعد تعزف ليل 20 دقيقة كوردات وعقب ترد تعزف وهذا وتاخذ تراك ثاني بس عشان تعزف بيدين. يعني شو تبغى احسن عن كذي؟ كورد يمشي معاك تخيل بروحه ماشي وانت تعزف بيدينه. ومع السلامة مع معلومة جديدة.